أما قضية أن الإنسان يرجع الدين بعد رمضان، صمنا الشهر ديال رمضان، دخلنا في شهر شوال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان شهر رمضان ثم أتبعه 60 من شوال كأنه صام الدهر كله. ده الفضل ديال أنك تصوم رمضان وتتبعه ب6 أيام ديال شوال. باش تصوم 6 أيام ديال شوال قبل منا خصك ترد الدين. شحال من واحد كمسافر واحد 3 أيام فطار ولا 4 أيام ولا أقل أو أكثر، أول حاجة صوم الفريضة اللي عليك، والمرأة كذلك. أي واحد باش يصوم 6 أيام شوال أول حاجة يعمل يصوم الفريضة، من اللي سالي الفريضة يدخل في النافلة 6 أيام من شوال. بعض الناس كيقولوا بأن شي واحد إذا فطر شي 4 أيام 5 أيام 10 أيام، مهم اللي فطر في رمضان وغيرد هاد الأيام هادو، كيقولوا لا خصك تردها في الأيام اللي كان فيها رمضان الصيف يعني النهار طويل. لا، واحد فطر في رمضان بعض الأيام لعذر شرعي وما قدرش يرد ديك الشيء في شوال باش يصوم 6 أيام ديال النافلة، المهم داز شوال عنده الحق فوقاش ما بغى يردو، يردو قبل ما يقبل رمضان، عنده عام كامل حر يردو في الشتوى، لأن في الشتوى كيكون نهار قصير حر، ولكن الأولى أنه يردو في شوال باش يصوم ديك 6 أيام ويربح ديك الفضل اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر كله. Thank you.